يقول شيخنا: هل يجوز إذا كتب لي الله وصليت في البيت تهجدا أو ضحا أو سنة أن أقرأ من المصحف نظرا وأرفع الصوت بالقراءة؟ نعم، يجوز قراءة القرآن من المصحف في الصلاة فرضا كان أو نفلا. الذي لا يحفظ الفاتحة يقرأها من المصحف في فريضته، لأن الفاتحة ركن الصلاة، ولو كان لا يمكن أن تتم إلا بالقراءة من المصحف قرأ من المصحف، أو قرأ من ورقة، يجعل الفاتحة في جيبه في ورقة ويقرأها، ثم إذا أراد يركع أرجع الورقة في جيبه ثم ركع، وهكذا. هذه القراءة لا تضر الصلاة، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والفاتحة واجبة ولا تتم إلا بالقراءة لعدم حفظه، فوجب عليه أن يقرأ. هذا في الفرض، وفي النفل من باب أولى. وكانت عائشة رضي الله عنها تقوم الليل وتقرأ من المصحف في الصلاة، وكانت رضي الله عنها أيضا تفعل ذلك في النافلة دون الفرض، وكانت إذا أرادت أن تقوم الليل وقرأت في المصحف وأرادت أن تفعل أي شيء أشارت إليه في صلاتها، كانت تقسم الصدقة وهي في الصلاة، فتقول لجاريتها وهي تشير بإصبعها، يعني هذا للبيت الفلاني وهذا البيت الفلاني. وكان عمر الخطاب يجهز الجيش في صلاته، صلاة النافلة، فيجعل في صلاته يجهز القائد فلان وعلى الميمنة فلان وعلى الميسر فلان داخل صلاة النفل، لأن هذا كله في عبادة الله وفي سبيل الله لا يضر، لكن هذا في النفل دون الفرض. أما الفرض فلا يتحدثون فيها ولا يفعلون فيها أي أمر زائد عن ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم.